لازم دار حالي بكرمال الخير، كرمال الضعفة، وكرمال اقضي على الظلام، والمظلومين ما يبكوا، ما يبكوا ابدا. الاشرار عم يتعدوا علينا كثير بهالفترة، عم ياخذوا من ارواحنا، عم يأذونا كثير هدول الكلاب. يا ربي دخيلك، انا وثقت فيك من قلبي واعتمدت عليك بكل شيء. انت الغالب الجبار، ما في غيرك، رحمنا برحمتك الواسعة يا الله دخيلك. كل املنا وكل ايماننا وكل قوتنا لا تسمح لهم ياخدوها مننا يا الله دخيلك. يا رب يا ربي دخيلك يا رب. مين معي؟ لازم نحكي وضروري كتير. تعال على العنوان اللي رح أعطيك إياه. مين أنت؟ وأنا عن شو بدي أحكي معك؟ بخصوص زميلك الملازم إيلكار، لازم تجي. تمام، رح أجي. أعطيني العنوان. يا حرام، الشاب استشهد وهو على وش جواز. أنا لهلأ مالي مصدقة. استشهد بالشكل اللي بيليق بأي عنصر من عناصر العمليات. وانت بحالتك هي لبقى تروح على العمليات الخاصة أو غيره صالح؟ أنا بفرع الهجرة هلأ. ايه مزبوط، بس لما بيطلبوك بتروح ركض لعندهم. عمري هالشي صار بس مرة. والله ما بعرف صالح، إذا بضطر بنفسي بروح وبحكي مع المدير. أنا كنت عم فكر بقصة هالطلاق، لو منخلص منها بقى شو رأيك؟ مدام نحن سوا هلأ ومرتاحين كتير والحمد لله، إذا بتسحبي الدعوة وبتلغي هالفكرة بيكون تمام. إيه ماما، وأنا كمان ما بقى بدي أسمع كلمة طلاق منكم. ماشي بنتي، صحتين وهنا. وقف وقف عندك، إذا بتسحب سلاحك ما بتاخد مني ولا كلمة. أنا بعرف بكل القصة اللي بينك وبين الملازم إيلكار. مين أنت؟ بالأول عرف عن حالك. هو بالحقيقة أنا بكون صديق إلك ولإيلكار بنفس الوقت، بس أنت ما بتعرف إيلكار. هذا ممكن يأذيك بشكل خطير، لازم تنتبه. شو مشكلة إيلكار معي؟ سليم والباقيين إيلكار قتلون؟ إيلكار ما بيقتل حدا كرمال ياخد بتارو، هو ببهدل الواحد. بس رغم هيك لازم تدير بالك منيح، إيلكار له سنتين راقد ورا انتقامه. انتقام شو؟
ليش شو مشكلة إلكر معي؟ انتقام شو اللي بده ياخده مني؟ بدل ما تتهمه وتتهجم عليه كمان، حاول تحكي معه شوي، قرب منه، بس لازم تكون حذر. بعتت وراي لحد هون واجيت، خليني اشوفك. اذا بدك فعلا مصلحتي اقنعني، يلا احكي لي كل شي بتعرفه هلا. يلا لا تضل مكشر، كل شي لقمة رجاب. ليش في نفس للواحد ياكل؟ كلك لقمة لحتى يقوى عزمك وتقتل الأعداء وتكسرون مثل البسكوت. فاطمة، كنا عم نفكر نجوز المرحوم جميل، بس الولد مات وهو أعزب. هلأ أنا عم فكر، مثلا كارلوس هذا رفيقي، عرفتي؟ شو بهو تاني؟ هو عزابي ورايح جاي والعباله. كنت عم قول لو نزوجه. لك هلأ شغلتك تفكر بجاستو للزلمة؟ مو شغلتي، بس كارلوس لازم يشوفها لميرفات. لك هلأ أنت أمه لحتى تروح وتخطب له ولا أبوه للزلمة؟ أنت شو دخلك؟ آه لك أنت كمان بتكسبي خير فيه، الشاي والبندق والجوز واللوز وكل هاي الخيرات الطيبة بيزيدوا بيزيدوا. بالله عن جد بيصير هيك؟ لاقي بنت منيحة هلأ وكارلوس بيتجوز. يعني أنت رح تكون مبسوط؟ وقلت إنه قلنا ثواب بالموضوع مو؟ كتير منيح، أنا رح لاقي له بنت محترمة وبنت على مناه. شايفتك روقت هلأ؟ هيك بدي إياك، هيك، يلا رح تلاقي له بنت، أنت وعدتيني. لك إيه كول، يلا كول، وعدتك خلاص يلا. سيبو، انت ليش زلمة الكتروني هيك؟ هذا شي مشروع؟ لا الكلمة تراش تبعه عاطي. كارلوس انت ما بتعرف اللي بالعمليات الخاصة كل ثانية عنده مهمة، لازم تحسبها. طلع فيني؟ الحمد لله. انا بسجل التمرينات براسي، اخدين مكانهم براسي. مين؟ انت من الكرش ما عاد فيك تتحرك. لا اخي، هدول دعمات امامية مشان يحموني من الرصاص. صديقي، نحن قسنا نسبة الشحوم عندك، تقريرك ما رح يكون منيح، لازم تساوي رياضة. شو هادك منظرك بضحك، لازم تكون جاهز نفسياً وبدنياً لكل شيء. يلي بيجي قدامي بيصير براسه فوراً. أها، يا ترى رح تبقى هيك بعد 5 سنين؟ هي رح تتجوز يا أخي. ولك أنت مجنون حتى تعمل هالشي؟ فهمنا ولك، ما عاد فينا، رح نحل هالقصة. لك أي قصة رح نحلها؟ قال إنه هو رح يزوجك. شو؟ رح تجوزني؟ إيه، بالأول خلينا نشوف لك عروس وبعدين كتب الكتاب. لك أنا ما لي بقصص الزواج وهالحركات، طلعني منها الله يرضى عليك. مرتي رح تلاقي لك ولا تكسر لك كلمتها. سيبو، القصة ما لها حل تكنولوجي، مجبور توافق. يلا سلام. ألف مبروك أخي كارلوس. إيه عقولة المثل، اللي بيسمع الكلمة بيتجوز وبيعيش سعيد. يعطيك العافية. أهلين. بآخر فترة صايرة إيدك سخية على اللي حواليك. إيه بتدور كل من بوقته يا عاكف، لما الواحد بيكون عم يموت بتتغير كل نظرته. شو هالحكي اللي عم تحكي أليف؟ الله رح يبعت الدواء مثل ما بعت الداء. ماني منيحة عاكف، ماني حاسة حالي منيحة، ما عم اقدر نام وعلى طول عندي دوخة.
أحياناً ما بقدر أمشي خطوتين على بعضهم. إليف، الحل لمشكلتك معروف، أنت ما فيك تكملي إذا بقيتي عم تهربي من العملية. يا ريت فيني أشرح لك، لو فيني أشرح لك بس شعوري بالأم، حلمي إني يكون أم بالمستقبل. بتعرف قديش صعب الوحدة تخسر هالشي؟ الحقيقة فيني أتوقع قديش صعب، يعني أنا فيني أفهمك، بس الصحة بالأول. إذا ما رح تصيري أم فهي حكمة رب العالمين. بعرف، بس أنا متوترة، لسه في بقلبي مكان فاضي ما رح يعبيه غير ولد أحمله وضمه وربيه أنا. فهمتني؟ أنا مستنيتك لحتى تيجي وتقلي يلا أليف تعي، تعالي معي حبيبتي. مفكرتيني ما بدي هالشي كمان، بس كل شي إله وقته يا أليف. إني أخسر كون أم مو بس هالشي مخوفني، أنا خايفة من إني أخسرك إلك عاكف. وأنا عاكف. نعم سيدي. تعا شوي. أمرك سيدي، حاضر.